النخل اولا الثمن ديالو غالي وما عنده حتى شي فائده بالنسبه لانه ما كيدير لا رطوبه لا ظل لا حتى شي حاجه ما عندوش شي استغلال طبيعي ما عندوش. النخل غالي والشجر رخيص مع الشجر لانه الشجر على الاقل كيعطي البروده كيعطي الظل كيعطي واحد الجماليه كيعطي واحد الاناقه ما فحال النخل راه بيعوشه ديال الجماعات اللي كدير النخل باش تستافد من الميزانية باش تستافد من الصفقة باش تزيد في الأثمنة لأنه النخل ما عنده حتى شي فائدة بالنسبة سواء الناس اللي داينوا في الشوارع كاين بعض في الشوارع ديال الطرامواي في الشوارع ديال الباسواي في الدار البيضاء تقريبا كل شيء هزوا النخل وحطوه الأثمنة ديالو غالي. الشجر هو اللي مع الفائدة هو يعني المتنفس هو اللي كيعطي واحد شوية ديال الأكسجين هو اللي كيبرد الجو هو اللي كيعطي واحد الأناقة. أما النخل ما عنده حتى شي فائدة البيع والشراء في النخل هادشي اللي كاين نقول لك. الشجر اخويا راه الحمد لله راه نعمه ديال الله عز وجل اللهم احسن يكون الشجر ولم يكون والو. دابا انا تنعطيك بعض الحديقات اللي تنمشي لهم انايا ما بقاش يبان لي فيهم الشجر بزاف بحال ولا تينقار داك الشيء واش يتحيد واش ما فهمتش. انا تنقول للناس تنقول لهم الله يجازيكم بخير راه الشجر راه نعمه من عند الله عز وجل والنباتات راه عرفتي راه اجمل حاجه هما النباتات تفرج فيهم وتشوف فيهم تتقيع ويناتك تيكون عندك مشكل في دماغك اصاحبي ملي تجي لواحد الحديقه وتطريح وتتبقى تمعان وتتبقى تشوف تتخوي الدماغ ديالك تيخوى الحمد لله. انا تنقول من هذا المنبر تنقول للناس الله يجازيكم بخير حاولوا ديروا لنا الشجر ديروا لنا بعض الحديقات ديروا فيهم الغرس ديروا لنا بعض النباتات اللي كما تنقولوا اللي مزيانين بيخرجوا فيهم الدراري صغار يلعبوا وحتى الميكروبات والفيروسات تتحيدوا تلوث شي الشجر وهذا الشيء ديال الاعشاب العشوب تحيد لك هذه المشاكل ديال التلوث البيئه وهاد المسائل. هذا الشجر نعمه الحمد لله. وانا معاك كثروا الشجر لان النخل ما عندوش دور في الدار البيضاء لان الدار البيضاء مدينه ساحليه فهمتي المدن الداخليه اللي ما عندهاش الشاطئ هي اللي يمكن يكون فيها النخل. والشجر اش نقول لك تيكون الظل ديالها كثير وكاين واحد النوع ديال الاشجار اللي تتحمل الحراره. انا بغيت نقول للمسؤولين الله يهديهم وتهلاو في مدينتنا مدينه الدار البيضاء ويخدموا بالمعقول وبالجد والله الله يعاون اي واحد كان باغي اصلاح لهذه المدينه.